وللمزيد معي الآن مباشرة من دبي رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. رائد، اليوم الأسواق مركزة على موضوع واحد لا غيره، وهو موضوع هل سوف يتم فعلا التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين، أم ممكن الوصول إلى السيناريو الغير مسبوق وهو عدم التوصل إلى اتفاق بل تخلف بعد ذلك الولايات المتحدة من سداد مستحقاتها المالية. هل برأيك هذه الاحتمالية موجودة هذه المرة؟ الأمر مختلف عما رأيناه في السنوات السابقة حيث يتم التوصل لاتفاق في الدقائق أو في الدقائق الأخيرة بالفعل. بالتأكيد يعني كاحتمالية هي بتكون موجودة، يعني كونه نحن يقترب بسرعة والزمن يجري بسرعة نحو الموعد المستحق. أعتقد هل هو أزمة سوف يكون يعني بمثابة كارثة اقتصادية، لأنه راح بيأثر عندي على كفاءة السندات، على أسواق السندات بشكل عام، راح يكون عندنا آثار سلبية كبيرة. ولكن يعني من وحي التجربة والتاريخ المتكرر في مثل هذا الموضوع، أعتقد جميع الأطراف هدفها الرئيسي هو التوصل لاتفاق. ربما هناك في مفاوضات حادة وشرسة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس للوصول إلى اتفاق. أعتقد يعني كان هناك مشكلة كبيرة بعملية الإنفاق بالفترة الماضية من قبل الديمقراطيين والبرامج الضخمة التي تم اتباعها، وأعتقد يستغل الفرصة للجمهوريين حاليا بأنه يكون هناك إنفاق أقل نحو تلك البرامج وتوفير سيولة أكثر للخزانة الأمريكية حتى يتمكن من الإبقاء على الأوامر أو على الأمور الحيوية داخل الاقتصاد. الوصول لاتفاق يعني مهم، ويعني أعتقد هو الأكثر ترجيحا حتى الآن، ولكن الأسواق نوعا ما متأهبة أنه يكون في عنا بطء بعملية تحقيق ذلك. وحتى يعني بالنسبة للأمور الغير مسبوقة، أعتقد أنه الأمر ممكن يكون فيه تأخير، وهذا بحد ذاته ممكن يشعل فتيل تذبذبات واسعة النطاق في السوق، ممكن تأثر على أداء الاقتصاد أو على أداء الأسواق على وجه التحديد بشكل كبير جدا بخلق هذا النطاق الواسع من التداولات أو خلينا نقول التذبذب. ولكن الأبرز أنه راح يكون في عندنا توصل الاتفاق، يعني أعتقد وهذا سوء ما يخمد النيران. بالتالي منشوف الذهب كيف عم يتأهب بعض الشيء. الدولار الأمريكي على الرغم من كل هذه السلبية لا يزال عم يرتفع خلال التعاملات اليوم. رائد، هنا السؤال، هل يعني أكيد الأسواق رح تعود وتركز على موضوع السياسة النقدية للولايات المتحدة بعد الانتهاء من ملف سقف الدين إذا انتهينا من هذا الملف؟ الآن الأسواق عم بتسعر احتمالية 30% بأنه هناك رفع بالاجتماع المقبل للفيدرالي. جيروم باول آخر التصريحات اللي سمعناها منه عم بيقول أنه بعد من غير الواضح إذا كنا بحاجة للمزيد من الرفع، ولكن تصريحات اليوم نسمعها من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي عم بيلمحوا إلى المزيد من الرفع في أسعار الفائدة. هل فعلا هذه الاحتمالية الأكبر برأيك أنت بالنسبة لكم؟ يعني حتى الآن نميل لهذا الاحتمالية، لأنه ببساطة البيانات الاقتصادية التي كان يعتمد عليها الفيدرالي الأمريكي للتوجه نحو تجديد السياسة النقدية لا تزال موجودة. عندنا أداء إيجابي وجيد، ولا يزال ذلك يدعم أن يكون التضخم نوعا ما صعب المراس بالتراجع أكثر. لا تزال الأرقام التضخم ضعف المستهدف، وهنا بحد ذاته يوجد المجال خلينا نقول السعة في بيانات الاقتصاد حتى الآن تظهر أنه يتحمل الاقتصاد رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر دون أن يكون هناك تأثير كبير على معطياته أو يؤدي إلى الركود بشكل سريع. نحن شفنا PMIs اليوم ما تظهر وهي أحد قراءات التضخم، مؤشر مديري المشتريات يوصف بأنه مستويات يعني يعبر عن التضخم لا يزال بقراءات مرتفعة بالنسبة لقراءة اليوم اللي شفناها للISM Manufacturing with Services. بالتالي ذلك يبرز أهمية أنه ممكن يكون في عندنا احتمالية رفع أسعار الفائدة من وجهة نظر الفيدرالي الذي أكد في اجتماعاته السابقة أنه هو يميل إلى قراءة البيانات الاقتصادية. وحتى الآن البيانات الاقتصادية تصب في صالح أن يكون في عنا رفعة أكثر.
على عكس الاسواق اللي هي حساسه انه انتهى موعد رفع، يعني الفيوتشرز شفناها عم بتسعر انه ما في رفعه قادمه، ولكن عم نشوف الدولار الامريكي يتفاعل بشكل ايجابي وقوي بالارتفاع مع البيانات الاقتصاديه اللي صدرت اليوم، فذلك يزيد من احتماليه، ونحن من تجربتنا القصيره نوعا ما مع العشر اجتماعات المتتاليه برفع اسعار الفائده، اعتقد سوف يقدم الفيدرالي نحو وايصال التضخم الى 2% من خلال اداه رفع سعر الفائده بشكل مباشر، ولديه المجال بعض الشيء لرفع سعر الفائده اضافيه قبل التفكير بالتوقف عن رفع اسعار الفائده، فاضم صوتي الى ال 30% وان كانت ضئيله بعض الشيء، ولكن مع الاقتراب اكثر نحو موعدنا القادم من الفيدرالي سوف يكون هناك احتماليه اكبر لرفع اسعار الفائده. شكرا لك رائد خضر رئيس قسم الابحاث في اكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.